to collect some donation and buy some stuff for the refugee camp. We are getting about 24 families some packages. انتم شايفين هلا بنجمع المواد الغذائيه عشان نجمعها في فروض غذائيه نعطيها للعائلات المحتاجه بالمفرق. ها وشو هذا الشجر اللي جنبنا؟ ايوه زيتون زيتون مبسوط اليوم؟ مبسوط يلا الله يعطيك